السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة عثمان فلوغ، مرحبا بكم من جديد. قبل البداية يا أصدقائي، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا متابعينا الأوفياء دعم المقطع بالضغط على الزر أعجبني ومشاركته مع أصدقائكم. شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم أصدقائي سوف نأخذكم في جولة على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة سلوان ومدينة الناظور. إذا كما تشاهدون متابعين الأوفياء، أمطار خفيفة على الطريق. لنشاهد هذه المشاهد معا ونلتقي في آخر الفيديو. نكون قد وصلنا إلى